سلام الله عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة أسكويك. كما لاحظتم عبر الصور فهذا الفيديو سيكون مراجعة لسماعات بلوتوث من نوع إيرباتس QCY-T1. كيف حصل واشتريت هذه السماعات؟ فبصراحة كنت أبحث عن سماعات من هذا النوع تكون رخيصة وفي نفس الوقت ذو جودة جيدة وتعمل من دون مشاكل بطبيعة الحال. فبعد أن قرأت العديد من التعليق الإيجابية حول هذه السماعات قررت أن أشتريها من موقع جوي باي ب$17 حينها كان عليها تخفيض، أما حاليا فثمنها $22 تقريبا ومدة الشحن استغرقت 46 يوم. والآن دعونا نتعرف على مزايا هذه السماعات عن قرب. تأتي على هذا الشكل مع العلبة الصغيرة التي تعمل كشاحن. يكفي فقط أن تضع السماعات في العلبة مع إيصال العلبة بالكهرباء بطبيعة الحال وسوف تبدأ في الشحن. طريقة الاستعمال في المرة الأولى سهلة جدا، يكفي أن تخرج السماعات من العلبة ووضعها من جديد لإقران السماعات، وبعدها يمكن إخراجها والبحث في هاتفك على QCY بعد تشغيل خاصية البلوتوث بطبيعة الحال وسوف تعمل بنجاح. الذي أعجبني في هذه السماعات وخلافا على باقي السماعات فبالنسبة لسماعتين منفصلتين تماما فإن أهم شيء هو الاتصال الثابت، وتحتوي هذه السماعات على اتصال ثابت ويتم إقرانها أو ربطها تلقائيا، كما تتميز بآخر تحديث البلوتوث 5. تتميز أيضا ببطارية طويلة الأمد، فبعد شحنها كليا يمكن الاستماع إلى الموسيقى لمدة 4 ساعات ويمكن استخدامها حتى 15 ساعة مع علبة الشحن وحتى 120 ساعة في حالة عدم الاستعمال. بعد تجربتها وبالنسبة لجودة الصوت فهي جيدة إن لم تكن جيدة جدا مقارنة مع حجمها وثمنها. بها أيضا خاصية النويز كانسلين، إلغاء الضوضاء، ويمكن استعمالها لاستقبال والرد على المكالمات بشكل واضح وبجودة عالية. إن كنتم تبحثون عن سماعات من هذا النوع بثمن رخيص وجودة عالية فأنصحكم بهذه السماعات التي تستحق أكثر من ثمنها. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم وأضرب لكم موعدا مع فيديو جديد ومراجعة جديدة إن شاء الله. إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناة أسكويك لا تنسى الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس ليصلك كل جديد، وأيضا ادعمنا بزر لايك فتفاعلكم هو أكبر دعم للقناة كي تستمر. أستودعكم الله وإلى اللقاء.